السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هعمل لكم سمك، بس بطريقة جديدة، مش مقلي ولا مشوي ولا حاجة زي كده. بس خليكم معايا لحد اخر الفيديو، هتشوفوا انا هعمل ايه، لان انا هعمل اكلة كده زي ما بيقولوا 2 في 1. وهتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه في السمك. انا معايا السمك بتاعي 4 سمكات، ومعايا شوية بصل محترمين كده يكونوا مفرومين كويس، وعليهم شوية توابل وشوية كمون، بس مش اكتر من كده. ودلوقتي هولع على حلة على البوتاجاز، حط فيها شوية زيت، ادي يا جماعة رجعت لكم تاني، دي ولعت على الحلة وحطيت فيها شوية زيت، والبصل معايا اهوت هحطه، حط البصل كله كده عشان هشوحه كويس قوي 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 لحد ما ياخد لون بالتوابل بالحاجه اللي فيه اهو. هتنين اشوح فيه شويه كتار كده لحد ما ياخد لون، لان انا عامله شويه بصل شويه محترمين كده اهوت. انا بقى هشوح فيه براحتي شويه كده، لان البصل عايزاه يبقى طعمه حلو، خليه يحمر بالراحه، يعني ما تعليش النار عليه وتحمري بسرعه هتلاقيه اتحرق من يمه ويمه بيضه، لا برضه هدي النار شويه وتنيكي شوحي فيه كده لحد ما ياخد لون، وهوريكي برضو بعد ما ياخد لون احنا هنعمل ايه. ايوة يا جماعة انا كده حمرت البصل اهو، بس في الكاميرا باين ان هو غامق قوي، لكن لا هو مش غامق كده، انا محمراه مخليه لونه محمر كده حلو اهوت. مش عارفة اجيبهولكوا ازاي، الكاميرا مش مبينة كويس اهو. بصوا اول ما الاقيه بقى احمر كده وخد الدرجة ديت، بروح زي ده بمية اهو، انا زدت اهوت بالمية، واسيب المية ديت في الحلة لحد ما تغلي مع البصل مع التوابل مع كل حاجة كده، والمية نفسها تعمل زي الشوربة كده وتعمل طعم، يبقى فيها طعم حلو. انا هسيبها بقى 2 3 دقايق كده بس تغلي، وهرجع لكم تاني. جرب على الحلة. ايوة يا جماعة اهوت المية بالبصل بالتوابل اللي انا حمرته اهوت بيغلي على النار. بصوا بقى شوفوا انا هعمل ايه، هحط السمكاية كده اهو في المية المبصل دي، هحط السمكية ثواني على الوش ده كده اهوت، واروح قلباها على الوش التاني. تاخدش وقت يا جماعة، لو نص دقيقة هنا ونص دقيقة هنا، وهروح مطلعاها اهوت. يا جماعة انا حطيت السمكاية على الوش الاولاني نص دقيقة، والوش التاني نص دقيقة، يعني بياخدش كتير. بعدين بروح مطلعاه كده اهوت بشوية بصل عليه كده وشوية صوص عليه كده، واروح جاية حطاه في الصينية اهو زي ما انتم شايفين كده، باخد شوية صوص من هنا شوية بصل احطه كده كده، واروح جايه حطاله شويه فلفل اهوت عشان الصوت اهوت، طماطم. صراحه يا جماعه الطريقه دي جميله جدا جدا جدا، طعمها تحفه. وهحطها دلوقتي بقى تحت الشوايه ماشي اهو،
كده خلاص انا خلصت، هحطه تحت الشوايه، شوايه بس اهو ياخد وش، وهوريه لكم برده بعد الشوايه شكله ايه. وهعمل ايه دلوقتي اهوت، بسم الله. انا حطيته كده خلاص، تعالوا معايا بقى اوريكم الحله اللي على النار مكان ما عملت السمك. الشوربه دي عماله تغلي بالبصل بالتوابل بكل حاجه. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ فكره جميله قوي. هروح جايبه الرز بتاعي اللي انا عايزه اعمله، انا غسلاه اهوت وعارفه المقدار بتاعي واحطه. لقيت الميه شويه، هحط لها ميه تاني اهو. ادي كده الرز حطيته، اقلب الرز تقليبه كده. انا حاسه ان الرز بتاعي عايز ميه تاني، هزيد له شويه ميه واحط له شويه ملح وهغطي عليه يستوي كويس زي الرز عادي، رز عادي خالص اهو. هحط له شويه ملح العيار بتاعه واحط له شويه ميه اهو. هحط الملح على قد الرز اللي عندي، لان طبعا الشوربه دي اصلا وانا بعملها من الاول حاطه لها ملح. هزيد ميه كمان عشان لقيت العيار بتاعي دوت عايز ميه كده اهو. كده خلاص انا خلصت غدايا، عملت الرز وعملت السمك اتنين في واحد زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا يا جماعه انا رجعت لكم تاني اهوت بعد السمك ما خلص تحت الشوايه وخد وش حلو كده، والرز بتاعي استوى، وعملت السلطه وهوريكم اهوت. بصوا السمكيه مستويه تماما وكويسه وطعمها جميل جدا. وادي الرز اللي عملناه في الشوربه ام بصل اللي عملنا فيها السمك الاول زي نص سلقه كده للسمك. والله العظيم يا جماعه طعمها جميل جدا الاكله دي. انا ما عملته مره بالطريقه دي وعجبني ولقيته خفيف، وخفيف بقى مش زي السمك المقلي بيبقى حامي كده وتشربي ميه كتير، لا. ومن تاني ناحيه نفس الحله اللي عملتي فيها السمك عملت فيها الرز. وادي طبق السلطه، طبعا الاكل والله العظيم جميل جدا، ناقص بس ان انتوا تعملوه وتدوقوه، وان شاء الله هيعجبكم شيخي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا الفيديو للآخر ومش هتندموا.